مين بقى وليد سليمان؟ وليد سليمان سعيد عبيد. وليد سليمان سعيد عبيد اتولد في بني مزار في المنيا في الأول من ديسمبر 84، يعني 34 سنة دلوقتي. طوله 176 سنتيمتر ووزنه 70 كيلو. متجوز وعنده سليم وبيرتدي رقم 11. الأندية اللي مر عليها، لأنه الحقيقة بداية حياته بداية فيها معنى برضو، المثابرة والإخلاص والإصرار. وليد كان في نادي حرس الحدود تحت السن، لما جه يتصعد فوق السن ما تسجلش. ودي المدربين اللي ممكن يستغنوا عن مواهب عالية جدا بتسرع أو مش شايفينه كويس أو استعجال، كل ده وارد. فينتقل مجانا إلى الجونة في الدرجة الثانية، يلعب في الجونة وينتقل منها البتروجيت يلعب في الدرجة الثانية، يساهم معاهم في الصعود للدوري الممتاز ويعيروه لأهلي جدة، ويرجع عايز يجي النادي الأهلي. تحول إرادة وزير البترول وقتها المهندس سامح فهمي، يتمسك بنقله الإنبي حتى بعد ما جاله انهيار عصبي. هم لما كان في الجونة هو وقع لإنبي، وقع لبتروجيت، وقع للأهلي. واتعملت مشكلة خفيفة كده، وطبعا وتصورنا أنها قد يحفظ للأهلي أنه هو يعني لم يتشدد في حل هذه الأزمة. لما يلعب 4 سنين ولا 5 سنين لبتروجيت والأهلي يعوزه، تصورنا الحقيقة أنه هو كان هيجد الترحيب أنه يجي، لكن ما جاش، وعي وراح المستشفى، جاله انهيار عصبي، وبعدين اتاخد من المستشفى في الفجر عشان يمضي في إنبي. قال يعني غير، انت عايز تسيب بتروجيت روح إنبي. بلاها نادي ياخد سوسو. بعد كده اشتريناه من إنبي بقى بالمبلغ اللي هو كان وقتها كان اكبر مبلغ، يعني استحق 8 مليون. 8 مليون. ما كانش محظوظ مع المنتخب، لعب 10 مباريات ودية، 5 في دورة حوض النيل عام 2011، مباراتين في الألعاب العربية 2007 أمام السودان والسعودية، مباراتين في أمم أفريقيا أمام النيجر وسيراليون. مع الأهلي لعب في الدوري حتى الآن 120 مباراة، في كأس مصر لعب 14 مباراة، في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عنده 66 مباراة، في بطولة زايد العربية لعب مباراتين. مع الأهلي سجل وليد سليمان 53 هدف، منهم 32 في الدوري و3 في الكاس و16 في أفريقيا و2 في بطولة الأندية العربية. وهذا التقرير الصوتي يجمع بعض مسيرة الحاوي. هدف تاني يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. خاتم سليمان الحاوي، الجوهرة السمراء، ألقاب استحقها نجم مصر والأهلي الفذ وليد سليمان سعيد عبيد، الشهير باسم وليد سليمان، الذي ارتبط اسمه في ملاعب كرة القدم بالأخلاق الحميدة، المهارة العالية، الجهد الوافر، الأداء الفعال. وكذلك ارتبط اسمه في أذهان جماهير الأهلي بكل معاني الوفاء والإخلاص والعشق للفانلة الحمراء، فاستحق التربع بجدارة على عروش قلوبهم. ولد وليد سليمان في بني مزار بمحافظة المنيا في الأول من ديسمبر عام 1984، ليبدأ مسيرته الكروية بمركز شباب بني مزار بنادي حرس الحدود، ثم إلى الجونة موسم 2005-2006، حتى ضمه مختار إلى بتروجيت. يناير 2009 خرج وليد سليمان معارا إلى أهلي جدة السعودي لمدة 6 أشهر، عاد بعدها مجددا إلى بتروجيت لمدة قدم خلاله أداء رائعا دفع جميع الأندية المصرية للتهافت عليه، لينتقل إلى إنبي في صيف 2010 على عكس رغبته المعلنة باللعب للأهلي. كعادة الأهلي في التمسك بتلابيب الفرسان حين تلتقي رغبة الطرفان، وبعد مفاوضات طويلة انتقل وليد سليمان إلى الأهلي موسم 2010-2011،
ليحلق بأحلامه في سماء المجد وكتابة التاريخ، محققا مع الأهلي في فترة قصيرة 16 بطولة تمثلت في الفوز ببطولة الدوري العام 5 مرات، كأس مصر مرة واحدة، كأس السوبر المحلي 5 مرات، دوري الأبطال الإفريقي 2، كأس الكونفدرالية 1، كأس السوبر الإفريقي 2، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية 2، محققاً بذلك مجداً يستحقه الفتى الذهبي وليد سليمان. أهلي من البطولات ما لم يتحقق لأندية عريقة طوال تاريخها، وتستمر مسيرة نجم يمثل ظاهرة فريدة في عالم بما يملكه من طاقة ورغبة وإرادة تقوده دائما لتقديم الأفضل، ليبهر الأعين وليخطف الألباب. الحاوي خاتم سليمان. يستحق كل الجهد الذي بذل من أجل هذه الفقرة، يستحق الأغنية الخاصة، يستحق النيريشن الخاص. هذا هو ثمن الوفاء وثمن الإخلاص والتقدير المتبادل اللي الإنسان يعني بيبقى ما يتلقاه بيبقى أعلى وأغلى من أي ماديات. وأنا ما انساش المسج اللي بعتها لي: تستطيع أن تبني أن تصنع الأموال، ولكنك لن تستطيع أن تبني الأمجاد والبطولات. ده كان ردا على عروض تلقاه. أيوة، وهو بيجدد وأنا بشكره فرد عليا بالكلام ده.